ساعات كده ايه نقوم مبخرين دلقين شويه ميه في والمعجنات مثلا جوه، نقوم دلقين شويه ميه كده صغيرين في الفرن من تحت. ايه لازمته؟ ليه بنعمل كده؟ بصي، المعجنات لما تدخل الفرن عشان تستوي بتستهلك جزء من الرطوبه اللي جواها. اوكي. وعشان كده في ناس كتيره جدا تقول لك انا بعد ما عملت العيش تاني يوم نشف. ايوه. ليه نشف؟ علشان طبعا الحراره بتاعت الفرن اكيد ضايعه، واكيد خد ضعف الوقت اللي المفروض ياخده. هو أوكي. مثلا عيش المفروض في يعني وليكن مثلا لقمه عيش باجيت بتاخد لها مثلا 15 دقيقه في الفرن اللي بتاع اللي هو البروفيشنال. حلو. عندنا احنا تاخد لها 30 دقيقه. أوكي. طب ولا 20 دقيقه ولا 25؟ طب ما الخمس دقائق دول بيعملوا فرق كبير جدا في الرطوبه اللي جوه العيش نفسه. صح. فلما نعمل الكلام ده فنلاقي ان العيش بتاعنا الرطوبه بتاعته فقدت، فاحنا بنرمي شويه ميه او مكعبات ثلج في الفرن من تحت. صح. فيعمل تبخير فالعيش يمتصه. صح. فيساعد على الرطوبه بتاعته شويه. لا بيفرق قوي فعلا. دي حقيقة. لانه الافران اللي هي الكونفكشن دي اللي هي الفرن الكبير الضخم المجهز، هو حتى بيبقى فيه في ستيمر ستيمر بوتون كده، كمان بيظبطوه على حسب نوع العيش اللي جوه، 10 ثواني، 5 ثواني، 3 ثواني، بيعمل فرق كبير. بس هو بيطلع فارق بصراحه، وكل لون واحد، وفي حاجه مختلفه تماما عن افران البيت.